عليكم. هذا كابيتال لي بومي، نبدأ دابا ان شاء الله الموضوع ديالنا حول الزنك. اول شيء نعرفوا تعريف الزنك. الزنك تعتبر احد العناصر الصغرى، يعني هو عنصر من بين العناصر الصغرى اللي كيدخل في تغذية النبات، والدور ديالو انه هو يعني كنقولوا عنصر كيتدخل في الكرواسونس، في النمو ديال النباتات. كيفاش؟ لان وجود الزنك في النبات كينشط لنا واحد النوع من الاحماض الامينيه اللي كيسمى التريبتوفان. التريبتوفان هذا هو الحمض اللي من خلاله النبات ديالنا كيفابريكي كيقدر ينتج لنا ذاك الهرمون ديال الاوكسين اللي هو هرمون النمو. يعني شنو نفهمه؟ بان الزنك كينشط لنا باش يكون عندنا هذا الحمض الاميني اللي هو سميتو التريبتوفان، اللي من هذا الحمض التريبتوفان اللي كيتدخل تدخل مباشر في انتاج هذا الهرمون ديال هرمون النمو اللي هو ليزوكسين. هذا الهرمون الاوكسين اللي هو كيتعتبر المسؤول على النمو داخل النبات. والزنك كذلك عنده واحد الدور اخر، هو انه مسؤول على استطاله انابيب اللقاح. يعني انابيب اللقاح اللي كيكونوا هازين لنا دوك لي غراندو بولين هو مسؤول عليهم على الاستطاله ديالهم. يعني الا كانوا طوال وبدو كاليتي وهذا كدوز لنا لا بولينيزاسيون في ظروف جيده، وبالتالي كيكون عندنا تبداو المراحل الاولى ديال مراحل انتاج الفاكهه كدوز لنا ممتازه. لان دابا كما تعرفوا الفاكهه هنا مرحله بمرحله، خصنا كنهيئوا ان تكون عندنا واحد الشجره مزيانه لي زورغان، يعني كان بعد يكون لورغان مال مزيان، الفمال مزيان، التلقيح دوز مزيان، من بعد التلقيح كتبدا لا ديفيزيون سيلولير، لا ديفيزيون مورا، لا ديفيزيون سيلولير كيبقى كيجي رومبليساج. هذا كنبقاو ندخلو حنا بهاد العناصر ديال من خلال التسميد عنصر على حسب المرحله وعلى حسب الدور ديال كل عنصر. والنقص ديال هذا العنصر ديال بما ان هذا الزنك تنقولوا عنده راه الدور هذا مهم، النقص ديالو كيخلق لنا من طبيعه الحال مشاكل. احد هذه المشاكل هادو يعني كيكون عندنا نقص دوك لي زوكسين، دوك الهرمون ديال النمو تيكون عندنا قليل، وبالتالي كيكون عندنا قد ما نقص الهرمون ديال النمو اللي هو الاوكسين تيكون عندنا داك التقزم في النبات، كتكون النبته كتقزم يعني كتولي قصيره، الاوراق صغار، لا فيغور ماشي هي هذيك، وبالتالي النتائج اللي دير ما غتكونش هي هذاك. الزنك كيتعتبر عنصر غير متحرك، هو ماشي شي عنصر اللي هو غير متحرك، لذلك كيبان لنا النقص ديالو ديما في لي نوفو بوس، يعني ولا في 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 في, في لي بورجون الفوق في تيبان هو العنصر اللي كيكون متحرك، يعني كيبان النقص لتحت. هو عنصر غير متحرك، النقص ديالو كيظهر لنا في القمم الناميه ديال الاوراق الحديثه، وكيظهر على شكل اصفرار في ديك لي زانتير نيرفور، يعني بالضبط في لولام كيبان لنا داك الاصفرار. الزنك يعني في التربه كتاخذوا النبته من التربه كتاخذوا بكميات قليله، وكتاخذوا في ان ميليو اللي خصو يكون اسيد، يعني في 5 ساعات كتاخذوا، ما حدك انت طالع من 5 حتى ل 7 كتبدا تنقص الكميه ديالو حتى كينعدم. لذا كيتفضل يتعطى على شكل يتعطى فوليار، يعني في الرش، وبالضبط من وراء من يعني يتعطى من وراء لا بولينيزاسيون يتعطى هذا العنصر هذا اللي هو كيلعب دور مهم في النبات. كما قال السي هشام، فالزنك يعني هو واحد الماده اللي يعني تحتاجها النبات يعني بواحد الكميه قليله، كما كتشوفوا يعني واحد 20 ميلي غرام في الكيلو، هذه هي الماده. ولكن يعني الدور ديالو فهو دور مهم، واخا يعني ديك النسبه اللي تحتاجها النبات، الا انه الدور ديالو كما قال سي هشام فهو دور كبير بزاف. الدور ديالو يعني في يعني تيدخل اولا في التركيب
التركيب يعني عنده جوج الادوار، هو تيدخل في التركيب ديال الانزيمات، يعني كيدخل في ديال التركيب ديال واحد الانزيمات، وثانيا هو تي اكتيفي يعني ما عرفتش لاكتيفاسيون ديال الانزيمات، دونك هو جزء من واحد الانزيمات، ويعني الدور ديالو عاوتاني تيدير لاكتيفاسيون ديال البروتينات والانزيمات، دونك هذا دور مهم يعني داك لاكتيفاسيون ديال الانزيمات، يعني ما عرفتش كيفاش لاكتيفاسيون كيفاش نترجمها، وتنتمنى الاخوه يعني اللي يعرف يترجم هذا المساله يتقدم. تحياتي لكم كابيتال دي بومي. بالنسبة للزنق يعني هو عنده واحد الدور مهم، ويعني غادي نهضر شوية يعني الزنق بالنسبة للإنسان، فهو الزنق كاين واحد المشكل يعني على مستوى الكرة الأرضية، هو أنه كاين هذا لاكارونس يعني هذا النقص ديال الزنق في واحد النسبة ديال 50% ديال العالم، ولهذا يعني تنشأت هذه المنظمة العالمية اللي تابعة للأمم المتحدة، هذه الجمعية هذه ديال الزنق، يعني هذا تيبين أن الزنق عنده واحد الدور مهم مهم، سواء بالنسبة للنبات أو لا بالنسبة للإنسان، وهذا النقص ديال الزنق بالنسبة للإنسان غير باش نردو ليه البال راه كبير بزاف، وتيدير مشاكل كبيرة من بينها الزهايمر مثلا، تيسبق يعني الزهايمر، من بينها الأمراض الجلدية، من بينها مثلا تيطيح الشعر، من بينها يعني مجموعة من الأمراض، ولهذا يعني الأمم المتحدة راه تأسست هذه الجمعية هذه يعني باش الناس ترد البال لهذه المسألة ديال الزنق. كما قلنا يعني في الحلقات اللي سبقوا كما كتعرفوا يعني البي اش كيلعب واحد الدور مهم بالنسبة لهذا التسميد، فيعني البي اش اللي هو مزيان بزاف بالنسبة للزنك اللي تتكون واحد الفعالية كبيرة بالنسبة للزنك تتكون ما بين 5.5 و6.5، دونك هذه هي البي اش اللي تيكون فيها يعني الزنق مهم بزاف. بالنسبة يعني مثلا يعني في بالنسبة للمسائل مثلا المواد اللي تتأثر أو لا تتبلوكي الزنق، فهو الفوسفور إذا كان كتير، أو لا الكويفر يعني النحاس، الفوسفور ولا النحاس، والمواد الاخرى يعني اللي تتنافس الزنق هي الحديد والمنغنيز، فهذا جوج المواد يعني تي هادو هما اللي كينافسوا الزنق، وبالنسبه الى كان الفوسفور في الارض كتير ولا النحاس يعني يعطينا بزاف ديال الفوسفور وبزاف ديال النحاس، فراه تيكون يعني ما تيكونش ما تيخدمش يعني الزنق بواحد الكيفيه مزيانه. السلام عليكم. وكيف ما قلنا الاخوه، بما ان الزنك يعني كي كي تاخذ الشجره في اميليو لي اسيد، يعني خمسة تكون الخمسة لستة، يعني من الافضل في المراحل الحساسه اللي تكون كنعرفوا بالمراحل الحساسه اللي النبته كتحتاج العنصر هذا، يعني يستعملوا الانسان استعمال ورقي، يشوف ان تكون الظروف مواتيه، درجه الحراره مواتيه، ما كاينش الشتاء، ما كاينش هذا، كل المسائل مقاده، ويحاول يدير اون ابليكاسيون فوليير باش يساتيسفي لي بيزوان ديال الشجره ديالنا، باش دوزنا هذه المرحله اللي كيتدخل فيها المرحله العقد اللي كيتدخل فيها هذا العنصر، دوز مزيانه، وبالتالي تكون نتائج جيده. السلام عليكم الاخوه الكرام. غير الانسان ما يسمعش، راه النبتة كتحتاج العنصر بواحد النسبة قليلة، وتلقى مثلا شي نسبة اللي تلقى 0.1 ولا 0.01، يعني والإنسان يستصغر ديك النسبة، راه واخا تيكون بعض المرة العنصر كتحتاجه بكميات قليلة، إلا أن الدور ديالو في الإنتاج راه كيكون راه بعض الأحيان كتحتاجه بكمية قليلة، ولأن هو راه في المشكل اللي ينتج عليه كبر من شي عنصر اللي كتحتاجه بنسبة أكبر. يعني الفويت راه كتجي من فويت، يعني الانشاء ما تيكونش عنده النتائج المحموده في واحد المرحله، يعني داك المشكل راه جاتو داز في واحد المرحله ما تعطاش واحد العنصر، واخا ديك الكميه القليله ما تعطاش نيشان تما فين كانت لافويت.
الانسان واخا يسمع العنصر ديال كتحتاج بكميه قليله يعطيه في الوقت ديالو. يعني كما قلنا يعني انه تيكون واحد لابارتي ستركتورال ديال الانزيمات، فالزنك تيدخل في هاد الانزيم هذا اللي تيسمى سوبيروكسيد، دونك هذيك هي السميه ديال داك الانزيم. دونك هو تيدخل يعني في ضمن هاد الانزيم هذا اللي غادي نشرحوا الدور ديالو يعني في صوره قريبه ان شاء الله، اللي هو عنده واحد الدور مهم مهم بزاف في هذا لونتي اوكسيدانتيز، يعني واحد الانزيم اللي تيحيد لنا داك لونتي اوكسيدون اللي عنده واحد الدور مهم. فغادي ندير واحد الصوره اخرى اللي غادي تبين لكم يعني الدور ديال هذا الانزيم، اللي الزنك يعني واحد جزء من هذا الانزيم هذا. فكما كتشوفوا في هذه الصوره هذه، يعني فاش تيكون عندنا مثلا واحد ستريس ولا تيكون يعني مشكل في النبته، فتيتشكلوا عندنا هاد الجزيئات ديال الاكسجين اللي هما يعني راديكال اللي خايبين، اللي هما او دو موا او اش موا اش دو او دو، فهمتي؟ هاد الجزيئات ديال الاكسجين اللي تتكون كما كتشوفوهم، فهنا تيتدخل هاد الانزيم هذا اللي تيحيد لنا هاد تيولي قد هاد لي موليكول هادو ديال الاكسجين اللي هما خايبين. كما كتشوفوا يعني في هاد الصورة الثالثة، هنا تيبان انه يعني دوك الجزيئات الراديكالية تتولي يعني جزيئات اللي هما مزيانة، اللي هما اش دو زو والاو دو. دونك هنا هذا هو الدور ديال هاد الانزيم هادو، انه تيتدخل باش تيصلح لنا داك تيصلح يعني ديك لو موليكول تيصلحهم، هذا هو الدور ديالو. هذا الزنق هو إل في بارتي يعني من هذا الانزيم هذا، حيت كما قلنا ان الدور ديالو اما كيدير التشغيل كما قال السي هشام، يعني لاكتيفاسيون داك التشغيله ولا هذاك ديال الانزيمات، او لا يعني ان بارتي ديال الانزيم، وهو يعني هنا في هذا الدور هذا فتيلعب الدور ديال يعني ان بارتي ديال هذا الانزيم هذا اللي تيدير لنا هذا المساله هذه. السلام عليكم الاستاذ محا. بالنسبه للزنك كيجي يعني كيكون ورا 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 البور، الدور البور عنده واحد الدور، الزنك كيجي ورا 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 الاستعمال ديال البور. يعني الزنك تقريبا كتستعمله ملي كتبدا داك لو ليكيد اللي كيبدا يتكون من بعد لا بولينيزاسيون، يعني مورا لا بولينيزاسيون كتدخل في الكروسيسمون. باش تدخل في الكروسيسمون تيبدا يتكون واحد لو ليكيد في وسط النواه، اللي هو كيشكل ملي كيبان يعني داك لو ليكيد كيكون في ستاد باتو، يعني كيبدا يكون معجن شويه، اللي هو من خلاله كيتشكل داك اللي كنسميوه العظام الداخل. ملي يكون داك التشكيل ديال داك يولي باتو يعني غيبدا يتجمع، في هذيك المرحله عاد كنستعملو عاد كيجي عاد كنستعملو العنصر ديال الزنك. يعني هو الي دي كونسيي باش تستعملو يعني في اون بلان فلوريزون، حتى تدوز دير البور يعني في الفلوريزون، وتكون لا بولينيزاسيون ولا نويزون، وبدا غدخل في الكروسيسمون، يعني بدا كيتكون ديك النواه ديال كيما كنسموا ديك العظام اللي تاخد تكون معجنه شويه، يعني تكون باطو شويه عجينه، عاد في داك عاد الانسان يستعمل الزنك. السلام عليكم الاخوه الكرام. بالنسبه للاخوه دابا كيما كنهضروا على العناصر عنصر بعنصر يعني في كل مرحله، راه الانسان دابا الاغلبيه الخطا الشائع هنا هو من بعد غير يعني غير كتكون يعني غير كتكون عند هذيك البولينيزاسيون، يعني كتبولينيزا كتبان الفروي، الانسان اوتوماتيكمون كيمشي كيبدا في الكروسيسمون كيعطي البوتاس بواحد الكميات كبيره، لان هذا خطا شائع، هذا راه خطا وخطا كبير. راه من البولينيزاسيون راه خصك يعني ديك النواه اللي داخل ليها تهز لينا شنو، راه شنو اللي كيهز لينا الفاكهه على سبيل المثال، مثلا ملي كنقولوا هاد الخوخ شري، علاش كيتهز داك لاشير، علاش كتربى؟ راه كتربى على واحد النواه اللي داخل، واحد العظم اللي داخل. راه الا كانت ديك النواه سليمه وكبيره ومقاده، راه عاد ديك لاشير هذا عاد كتكون عندها في علاش تربى. يعني الانسان مرحله بمرحله كيمشي، ما تمشيش مثلا غير لا نويزون وتمشي تعطي واحد ان كو دو ديال 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 البوتاسيوم تما، راه تما هذا الخطا الشائع وكيطيحوا فيه العديد من الاخوه. يعني من بعد كتنجح عمليه العقد كنبداو نفورميو ديك النواه اللي عليها غتربى لنا ديك غيكون غي غي اللي غتكون حامله لديك 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 لاشير لديك الفاكهه.
وكما كتشوفوا يعني في هذه الصورة هذه اللي تتشوفوا فيها واحد كما كتشوفوا في هذه الصورة هذه اللي كتشوفوا فيها يعني واحد المعمل هذا الريبوزوم يعني هو واحد العضو اللي تيدير لنا واحد التكوين ديال البروتينات. دونك هو اللي كيدير لنا هذا لا سانتيز ديال التركيب ديال البروتينات. وبالتالي إذا كان الزنق إذا كان عندنا الزنق فتيكون عندنا واحد العدد ديال البروتينات تيكون يعني واحد المعمل كينتج مزيان. دونك إذا كان الزنق دونك هذا الزنق عنده دور مهم بالنسبة لهذا العضو هذا لهذا الريبوزوم. دونك هذا المعمل هذا مادام الزنق كاين تيكون واحد مش يعني تيكون واحد العمل مزيان تيكون هذا الإنتاج هذا ديال البروتينات تيكون مهم بزاف. فكما قلنا يعني انه ذاك الريبوزوم اللي تيكون هاد البروتينات فإلا ما كانش يعني الزنق كما كتشوفوا يعني تيتكونوا عندنا واحد العدد قليل ديال البروتينات. وبالتالي تنشوفوا يعني ذاك لي كارونس في الشجر في الاوراق دوك الصغرى يعني تيبان لنا يعني ذاك النقص ديال هنا تيبان لنا ذاك يعني ذاك تنقولوا راه عندنا النقص مثلا في الزنق. فتي يعني دوك البروتينات تينقصوا يعني داك المعمل ما تيبقاش ينتج لنا واحد الكمية اللي مهمة ديال البروتينات. وبالتالي تيكون عندنا هذا المشكل هذا ديال هذا المشكل هذا ديال النقص يعني هذا المشكل هذا لا كارونس هذه اللي تتبنى مثلا في الشجرة ولا في اي حاجة مثلا. فكما كتشوفوا يعني في هذه الصورة هذه تيبان لكم يعني داك الدور ديال الزنق في التركيب ديال يعني ليزوكسين دوك الهرمونات ديال ليزوكسين اللي تيلعبوا هذا ليزاسيد اميني هاد الجوج هادو تيلعبوا فيهم واحد الدور مهم. دونك هاد الانزيمات هادو اللي مهمين بزاف فالدور ديال الزنق مهم بالنسبة باش تيكون عندنا يعني هذا ليزوكسين هذا التركيب ديال ليزوكسين تيكون مزيان. دونك تيكون عندنا يعني مزيان. وغادي نبينو انه مثلا الا ما كانش يعني في صورة اخرى الا ما كانش عندنا الزنق فتيكون عندنا واحد التركيب ديال ليزوكسين فتيكون يعني ضعيف بزاف وبالتالي تيبان يعني في النبتة. وكما كتعرفوا يعني هذا ليزوكسين فهما يعني واحد الهرمونات اللي مهمة بزاف في تكوين ديال النبات يعني واحد الهرمونات مهمة بزاف يعني في تكوين النبات. فيعني فاش كيكون عندنا الزنق ناقص يعني ماشي ديك النسبة ديالو كما قال يعني ديك النسبة القليلة ديالو هي اللي كتأثر بقدر ما أنه يعني الدور ديالو يعني واخا هو ديك النسبة ديالو قليلة ولكن الدور ديالو فهو تخي تخي امبورطون. وهنا كيبان لكم الدور في هذه الصورة هذه تيبان لكم الدور ديال الزنق في التركيب الضوئي. فهنا يعني ديك يعني الشمس يعني تتعطينا واحد ديك المادة العضوية يعني اللي كتبان. فاش ما كيكونش الزنق فما تيكونش عندنا واحد التركيب ضوئي مهم بزاف. بعكس فاش كيكون عندنا التركيب الضوئي فاش يعني تيكون عندنا هاد لا فوتوسانتيز تتكون يعني تتكون مزيان. دونك هنا يعني الدور كما قلنا هو الدور ديالو هنايا نفس الشيء يعني التحفيز ديال هذا الروبيسكو هذا باش تيدير لنا لاكتيفاسيون ديال هذا التركيب الضوئي هذا وليستابيليزاسيون ديال هذا التركيب الضوئي. دونك هنا تيبان لكم يعني الدور يعني شحال ديال الادوار اللي عند الزنق. وهذا هو المهم يعني انكم تفهموا هذه الامور هذه انه الزنق راه عنده واحد الدور مهم ومهم وكبير بزاف. فهنا كما كتشوفوا يعني في الصوره تيبان لكم داك لي تيوب دو بولان دونك ما تيوصلوش دونك ما تيوصلش يعني في هذاك يعني هذا الدور ديال ليزوكسين هذا الدور ديالهم. دونك فاش كيكون عندنا مثلا الزنق مزيان بالتالي هاد ليزوكسين هادو تيكون يعني تيخدموا مزيان وبالتالي هذا لي تيوب دو بيلان دي دي دي, دي بولان تيعاونوهم باش يعني تيطوالوا باش يوصلوا يعني باش يوقع عندنا داك الاخصاب ويعني واللقاح. كما كتشوفوا في هذه الصورة هذه تيبان لكم يعني داك لو تيوب دو بولان
راه واصل، يعني وصل لواحد البلاصه اللي غادي يكون فيها يعني اللقاح، فهذا يعني هو الدور ديال هذا ليزوكسين هادو. وبالتالي كما قلنا في الصوره القديمه انه يعني فاش كيكون عندنا يعني هذا تيكون عندنا الزنك، يعني الحضور ديال الزنك فهو مهم باش تيكون عندنا هذاك ليزاسيداميني، يعني تيعاون دوك ليزاسيداميني، وبالتالي داك تيتكونوا عندنا هاد ليزوكسين هادو باش يعني تيكون عندنا الاخصاب هذا يعني بهذه الطريقه هذه. شكرا لك سي الحسين، تماما انا باللقاح، فهذا ما عندي ما نعطي يعني في هذا الموضوع، هذا الشيء اللي فيه كما شفتوا يعني الدور الكبير، وراني عطيتكم هذا الشيء بالصور يعني باش تفهموا مزيان ويكون الموضوع واضح ويعني من جميع الجوانب دياله. اللي ما درتش هو انه مثلا الصوار مثلا ديال التفاح فين كيكون ناقص، فتيكون مثلا في الشجر تيكونوا عندنا دوك الوريق تما في الراس تيكونوا ضعاف، وممكن مثلا تتلقى داك الورامو الفوق تيكون يعني ما فيهش كاع الوراق تقريبا وتيكونوا ضعاف. راه عندي الصور ان شاء الله غادي نلوحهم مستقبلا ان شاء الله، حيت ما كنتش مسالي يعني في اخر لحظة دخلت وهذا يعني ما جبتهمش، اسمحوا لي. السلام عليكم اخي علي. بالنسبه ملي كنقولوا الكارونس ديال الزنك يعني تيكون تيبان تري زامبورطون، كيبان بزاف. الزنك راه ماشي نقولك كتحتاجو الشجره ولا النبته ديالنا غير في واحد المرحله معينه، هي راه كنحتاجو في طيله المراحل. راه عنده كما قلنا راه عنده الدور كيدخل تحت على فوتوسانتيز، يعني راه طيلة المراحل ديال النبات كتحتاج لنا هذا الزنك هذا، الا انها كتحتاج في واحد المرحله معينه بكميات اكبر. هذيك هي المرحله اللي كتكون حساسه، تقدر تشوف النسبه اللي كتحتاج ديك النسبه المئويه، ربما تلقى في واحد المرحله معينه كتحتاج بواحد النسبه ديال 50%، و50% على المراحل الكامله ديال النبات. يعني راه ممكن الا كان درتي شي تحليله ولا هذا وبان لك النقص ديالو، راه ممكن تعطيه بكميات قليله، ولكن تركز على ديك المرحله اللي كتكون يعني اللي كيكون كيتدخل فيها مثلا اللي كتتشكل ديك النواه وهذا، في ديك المرحله اللي مهمه تعطيه بكميات بكميه بكميه ديك اللي تعطي فيها حصه الاسد، تعطي فيها الكميه الكبيره باش ما يبانوش الاعراض ديالو في مستقبلا على الانتاج. بالنسبة السي علي، بالنسبة إلى كانت الكاغونس لا في النوارة ما كيدارش الزنق، دونك الزنق يا إما كنديروه في الديبورمو يا إما كنديروه حتى كيدوز حتى النويزون، في لا فلوريزون ما كنديروش الزنق. السلام عليكم سي ابراهيم. بالنسبه ملي كنهضروا على كيلاتاسيون، يعني العنصر الا خديتي العنصر كعنصر، يعني زنك كويفر بور اي عنصر كيما عطيتيه، يعني سوا داك لو بي اش طالع ولا هابط، ما غتقدرش الشجره ما يكون غير ميسر بالنسبه للنبات، يعني ما غيحافظش حتى على الاستابيليتي ديالو في الاصول. هاد لاكيلاتاسيون نقدر نقول لك هي بحال واحد الغشاء كتولي على ديك الجزيئه، مثلا الجزيئه ديال الزنك داخل واحد الغشاء، هذاك الغشاء كيحميها من دوك العوامل ديال التربه، يعني ديك الحموضه ولا تيحمي تي بروتيجيها، وما كيليبريش ديك الجزيئه حتى كتكون قريبه لو سيستيم راسينير، كتليبيرا وكياخذ لو سيستيم راسينير. كيف ما كنعرفوا بان في احدى لو سيستيم راسينير تما كيكون الميليو تيكون اسيد، يعني حتى كتقرب عند العرق عاد 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 داك الماده اللي مدير لاكيلاتاسيون عاد كتليبي، ملي كيكون كتدخل داك الميليو عاد كتليبي لنا ديك الجزيئه وكتاخذها الشجره. يعني الا حطيتيها في واحد لوصول، يعني سوا لو بي اش ديالها طالع بزاف ولا هابط بزاف، ما غتقدرش تحافظ على الاستابيليتي ديالها. سي غني، بالنسبة كما كتشوف في هذه الصورة هذه راه يعني باين ممكن ديروا بريفونتيف ولا ديروا كوغيتيف، يعني إما تتصحح به أو لا تديروا بريفونتيف، فإلا يعني ما درتيش بريفونتيف راه ممكن ديروا يعني تصحح به ممكن. السلام عليكم. وكإضافة للإخوة، بالنسبة لي في برامج التسميد، الانسان الا بغى يستعمله يعني بالسقه كما قلنا، هو راه في ان ميليو اسيد، يعني كتاخذ الشجره ديالنا، فممكن الانسان يشوف شي فورميل ديال يكون كيلاتي،
يدير شي زانك يكون كيلاتي. راه كاين بعض المرات مع لي زولوجو اليمون كتلقاه بواحد النسبه، يشوف شي يعني في المراحل الاولى يشوف شي اوليغو اليمون اللي يكون كيلاتي، يكون فيه داك لو زانك كيلاتي، ويبقى ابليكي يعني مع السقا. غير هو يستعملوه كما قلنا، يستعملوه يعني مبكرا، يعني لما استعملتيش مبكرا راه هو اصلا هو ثقيل، هو اصلا ثقيل في النبات يعني. ما غير الا جاب الله ما اعطيتيه يعني معطل، ماشي حتى اللقطه يعني اللقطه اللي تحتاج. هذا هو الايجابي تاع الاستعمال الورقي. الاستعمال الورقي هي اللي كتعطيه للشجره، كيبدا لا سانتيز ديالو يعني في واحد الوقت وجيز، كي لا سانتيز ديالو كيدخل لنا في داك التركيبه ديال تركيب ديك العناصر دوك الاحمر الامينيه، وبالتالي لي زورمون ديالنا. وبالنسبه للكيلاتاسيون راه كدير في المختبرات، راه كيديروها كيكونوا الناس اللي مختصين، يعني كدير على مستوى ديال لابوراتوارات، يعني كيجيبوا يعني ديك الماده ديال اللي بغى حديد بور كويفر على حسب الماده اللي جابوا، وكيشوفوا داك العنصر ديال التخليب المناسب، وكدار على في مختبرات وبتركيزات مختلفه. السلام عليكم. فعلا السي الحسين، دابا راه كاع العناصر يعني اللي كتكون عندها ان في غابيل سي دادير راه جاهزه في واحد الصيغه اللي جاهزه باش خضتها الشجره، يعني ملي كتعطي لا فورمي اللي كتكون يعني ابسوربي راه كيبان لك كتجاوبك في الشجره، وكاين لا فورمي اللي خاصها لا ترانسفورماسيون، يعني كتاخذ لك واحد الوقت يعني غتمشي معاك بشويه بشويه، يعني اللف ديالها غيكون يعني كيف ما كنقولوا معطل، ولكن غتبقى لك الكارونس غيبان لك عاود معطل ديالها، يعني كتبقى تمشي كتاخذها بشويه بشويه على سبيل المثال بحال اللي كنقولوا لوكا ديال على سبيل المثال ديال لازوت، يعني عطيتي ان ازوت نيتريك راه غتجي غيجاوبك في البلاصه، عطيتي شي فورمي اخرى راه كاين راه من كيبدا يعني لازوت من لا ماتير اورجانيك هو كيديك. شوف شحال ديال المراحل كيدوز لك، يعني راه كياخذ واحد لو سيكل كبير عاد باش توقع لا نيتخطاسيون ديالو ويرجع لك ان ازوت نيتريك. بالفعل سي عادل، وهذه اللي كنبغي نبه لها الاخوه، راه بعض المرات كيسولك شي واحد واش لو فير كي كي واش نستعمل نقدر نستعمل لو فير فولير. هذا السؤال ديما كيتطرح، نستعمل لو فير فول هي لو فير كيتستعمل فولير، غير هي كيما قلتي خاصك تشوف شي لو فير يعني اللي كيكون مسموح به يعني تستعملو فولير، اللي يعني ما تيكونش التاثير ديالو على 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 الشجره. كذلك لازوت، راه على سبيل المثال لازوت ولا هذا راه ممكن تستعمل لازوت، وانا ماشي اي ازوت، راه ترش لامونيترات راك تحرق 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 الشجره ديالك. البوتاسيوم كذلك، البوتاسيوم يعني خاص الانسان يسول يتبين على الحاجه، ماشي يقول واش البوتاسيوم ترش على 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 الشجره، هي البوتاسيوم ترش على الشجره، واش من فورمي اللي خصك اللي ترش اللي ممكن تستعملها الاستعمال ورقي. السلام عليكم. فعلا سي اسرار، غير هو اخي لا بان لك الا جاب الله كانوا بانوا لي سابتوم ديال 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 الكارونس، راه الفوميو تجيب شي تشوف شي انفير اللي يكون عنده ان في غابيد، يعني باش تكوريجي المشكل، يعني راه دي فوا كيبان الكارونس وفي شي مرحله حساسه راه يقدر يكون عنده شي تاثيرات اللي ماشي لا يحمل عقبه، يعني اون فوا هو الانسان من الاحسن كما قلنا هذا الشيء يحاول يخدم شويه، يعطي لي زيليمون اون افونس، يعني يحاول يخدم شويه البور شويه الاوليغو ميكس، يعني يخدم بهم بروغرام، و اون فوا يبان شي كارونس ديال اي عنصر نامبورت كيل اليمون، يعني خص الانسان يتدخل في ليميديات ويكوريجي المشكل ديالو، ومن يبغي يتدخل ما يجيبش شي حاجه اللي يعني كتعطي ان في يعني معطل، يجيب شي حاجه اللي كتعطي ان في غابيد. يعني هو السي هشام، يعني بالنسبة للفوليار تنديروه غير في يعني باش نصححو إلا كان عندنا المشكل، يعني فاش تيكون المشكل، أما هو بريفونتيف راه من الأحسن يعني بنادم يعطيه في يعني بار فوا غاسينيغ، يعني فاش تيكون عندك المشكل ممكن تصحح مثلا بالفوا فوليار، ولكن لا فوا فوليار ما بالنسبة يعني للنبات راه تيمص يعني من غاسينيغ، يعني هذيك المسألة ديال لا فوا فوليير راهي بحال إلا كدير شي واحد تدير له شي شوكة ولا كتعطيه شي كينة ولا، تماما هادشي اللي كاين صحيح. بالفعل السي الحسين، الا جاب الله كانت راه كما قلنا الا كانت الاستعمال يعني لابليكاسيون راديكولير يعني وافيه بالغرض، راه لا داعي للانسان يدوز للاستعمال الورقي،
يعني اللي كان العنصر راه ميسر وغتعطيه تعطيه يعني فلوس وتاخد الشجره ما كاين حتى شي مشكل، غير هو بعد مره كيكونوا دي كارونس ولا هذا، وصرت لك تعرف عندك معلومات عن العنصر انه ما عندش ان في غابيد يعني ثقيل ما كيتعطل، هذا هو اللي كتقول الاستعمال يعني اللي كتقول الاستعمال الورقي. اما ورا من الاحسن العناصر الواحد يكون يعطي يكون عارف الحساسيه ديال ديك الزرع ديالو العناصر اللي عنده، ويعطيهم اون افونس ويعطيهم في المراحل اللي معقوله، يعني كان العنصر غتاخده يعني كيتخاد في الميديات يعني تل ديك المرحله اللي كتكون محتاجه لك العنصر. اما اذا كان يعني غنحتاجه للمستقبل مثلا في الديمارش دابا ديال الاشجار ولا هذا، يعني قبل الديبورمو يعني ما تستعملش يعني شي حاجه اللي عندها ان في غابيد لازم نقول عليهم ان في غابيد، يعني راه تقدر تعطيهم وتخليهم يترونسفورماو شويه بشويه، والشجره غتبدا تستهلك فيهم يعني بانتظام. الا جا كان الكارونس راه الانسان عادي عاد في اللوكا ديال الكارونس عاد كيمشي للاستعمال الورقي. السلام عليكم سي ايوب. بالنسبه للزنك انا شخصيا كنخلطو معاه كاع لي زيليمون، كنخلطو معاهم كاملين ما عدا باستثناء الكبريت لو سوفر والكويبر، وبالنسبة لليزويل ليزويل ليزويل مينيرال اللي كنخدمو ليزويل ما كان هما اللي ما كنخلطوش معاهم. اما دوطخ بيستيسيد راه سوا انسكتيسيد ولا فونجيسيد راه كومباتيب ممكن يتخلط معاهم. السلام عليكم سي غني. بالنسبة يعني الا كانت 5 مليموس يعني راه هي اصلا راه نسبة كثيرة، يعني اذا كانت اكسبتابل بالنسبه للكالتشر اللي عندك، اذا كانت تحمل يعني هذه الملوعيه هي اصلا راه يعني 5 يعني راه طالع. اللهم دوك بالنسبه للزراعات اللي كيتحملوا الملوحيه بحال الرمان بحال الزيتون بحال، اما 5 يعني 5 اللي كان الماء عندك فيه 5 راه واحد 70% ديال الكلتير ما راهيش شجره مثلا، ما تقدرش تخدمهم بعد لو استعاده. تقدر تخدم لا طوماط تقدر، ولكن راه صعيب يعني خاصك تبقى دير ديما دوك باش ديما تلي سي في تحاول تنقص داك لو سيدوسول، ديما تخدم بالعناصر اللي كيهبطوا لك الملوحيه باش تنقص داك لو سيدوسول. السلام عليكم سي غني. بالنسبه يعني الا كانت 5 مليموس يعني راهي اصلا راه نسبه كثيره، يعني اذا كانت اكسبتابل بالنسبه للكالتشر اللي عندك، اذا كانت تحمل يعني هذه الملوعيه هي اصلا راه 5 يعني راه طالع. اللهم دوك بالنسبه للزراعات اللي كيتحملوا الملوحيه بحال الرمان بحال الزيتون بحال، اما 5 يعني 5 اللي كان الماء عندك فيه 5 راه واحد 70% ديال الكلتير ما راهيش شجره مثلا، ما تقدرش تخدمهم بعد لو استعاده. تقدر تخدم لا طوماط تقدر، ولكن راه صعيب يعني خاصك تبقى دير ديما دوك باش ديما تلي سي في تحاول تنقص داك لو سيدوسول، ديما تخدم بالعناصر اللي كيهبطوا لك الملوحيه باش تنقص داك لو سيدوسول.